كريم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود، ترنيمي وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود، من فيض القلب عرفان وحب، ترنيم جديد برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمي وعود. وبرنامجنا اليوم، حلقتنا راح تكون مختلفة نوعا ما، هي عن المقامات. بنسأل كتير أسئلة عن المقامات الموسيقية، شو المقام وشو بميز مقام عن مقام. الموضوع أصعب من أنه يتجاوب على السؤال في حلقة أو في حلقتين. المقامات هي ببساطة سكيل في التصنيف الغربي، وهي مجموعة من النوتات تجمع مع بعض فتكون سكيل من 8 نوتات يسموا أكتيف، وهذا الأكتيف بيحدد نوعية النوتات والأبعاد بينات النوتات. الانترفولز أو الأبعاد الموسيقية بين النوتات بتحدد نوعية أو اسم المقام. لكن في التصنيف في العربي، المقامات الموسيقية العربية، الموضوع أبعد من هيك في كتير. كل مقام له تعاملات معينة وله خصائص معينة، فبتحس إنه المقام شخصية، له شخصية ولو كاركترز معينة بتميز مقام عن مقام. كثير بيقولوا لي طب أنا عارف المقام، كيف رح أعرف المقام؟ أنا في البداية كنت ولسه بتعلم كل يوم شيء جديد عن المقامات. لكن في البداية لما بتحاول تعرف المقام، قرب المقام لترنيمة بتعرفها. فلو عرفت أنه ترنيمة الفلانية مقامها العجم، فكل شيء بيشبهها موسيقيا حيكون مقامه العجم، ونفس الشيء البياتي، ونفس الشيء الرصد، وإلى ما هنالك من كل مقامات. ففكرت في هالحلقة ناخد ترنيمة معروفة للأخ روماني سليمان، ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا. منوجه تحية للأخ روماني، منصلي رب يباركه دايما في ألحان وكلمات وإبداع يثري في الكنيسة ويثرينا فيه إحنا كمؤمنين مسبحين ومرنمين. فيلي بديت الرحلة معايا أنا بسمعها بياتي وبسمعها كرد. تعالوا بعد الفاصل نسمع الترنيمة هاي، لو حاولت أعملها بعدة مقامات، ونشوف إذا منحس أو نعرف الفرق أو خصوصيات المقام أكتر. ترنيمة وعود، مقام البياتي. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح بوقت بكايا، وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا لك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. وفي هالطريقة منكون رننا الترنيمة على مقام البياتي. لو كانت الترنيمة على مقام الكرد، طبعا راحت السيكا بقيت كرد، يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك حتكمل، انت الفرح في وقت بكايا، وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني، كانت رفعاني
بقت رفعاني. طب لو كانت الترنيمة في مقام تاني مثلا، لو كانت الترنيمة في مقام صبا، يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. تختلف كليا الفيل تبع المقام والكاركتر بتاع المقام، الشخصية مقام تختلف كليا. طب لو كانت حجاز، طبعاً مش القصد تشويه الترنيمة، أنا بعتذر، أنا بس بحاول معاكم إنه لو حاولنا ناخد الكلام اللي معروف وترنيمة محبوبة على قلوبنا ونحاول نشوف لو كانت في مقام تاني كيف ممكن تكون وكيف طبعها، هل بتحبه أو تعودت على الأصلية أو بهالمعنى يعني. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايديك دايما رفعاني. بتلاحظوا فروق المسافات بين النوتات في الكرد، سوري في الحجاز. طب لو كانت نهاوند أو ماينر، وفي كل الحالات عم باخد درجة الري أو الدي، يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايدك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايدك دايما رفعاني. وكأنها ترنيمة تاني لحنا، تلاحظ انه المقام بيختلف كليا. السؤال اللي سألته، هل بيفرق المقام عن مقام وكيف تحس الفرق؟ بتحس الفرق لما بتكون انت عارف شيء معين معمول على مقام معين وانت عارف الترنيمة وبتقيس عليه الفروق الأخرى اللي بنعملها في هالحلقة من منطلق للبس عرض المقامات. عجم مثلا،
معايا واثق فيه انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. طب لو كانت هزام او سيكا ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا لك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا لك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. زي ما لاحظتوا المقام بيختلف كليا، فالترنيمة بتختلف كليا، والطابع تبع الترنيمة بيختلف، وشعورك انت بتسمع يمكن تتضايق ويمكن تتبسط لانك حسب ما تعودت على الترنيمة. واكيد المؤلف اللي بيحاول فينا بيحاول يألف ترنيمة بياخد مقام معين اللي بحس انه ماشي مع الكلام ومع اللحن اللي بيناسب شعور المرنم والكلام اللي بينقال. بصلي تكون هالحلقة زادت شوي على مفهوم المقامات، ولو انه شيء بسيط انا عارف لا يذكر. انا نفسي بتعلم كل يوم شيء جديد، سامحوني على تقصيري، وصلوا الرب يعلمنا كلنا عشان نرتقي في ترنيمنا وعزفنا الى مستويات اعلى تليق في جلاله. صلي بارك حياتكم، وسلام المسيح يكون معكم ويدوم فيكم. سلام المسيح. ترنيمي وعود.